هذا الفيديو برعاية دراجون أرب. لسنا الوحيدون ولكننا الأفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مطلق جريد من فريق إكسترافا جيمينج، واليوم عندنا مراجعة وتقييم للعبة إيفولف اللي راح تصدر تاريخ 10 فبراير على الإكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4 والبي سي. طبعا اللعبة شوتر تعاونية من تطوير تيرتل راك ستوديوز ونشر 2K جيمز. خلونا نبلش معاكم بالريفيو ونعطيكم الخلاصة عن هاللعبة. بداية خلونا نتكلم عن القصة. القصة تدور حول البشر اللي بكوكب شير اللي تغلوا له وبنوا مستعمرات ويبذلون كل حياتهم عشان ينقذونها من الوحوش المفترسة اللي تحاول تهجم على الكوكب. فمن الآخر اللعبة ما فيها قصة، اللعبة أصلاً ما فيها طور القصة، هي تعتمد على الأونلاين بالدرجة الأولى وبشكل كامل. الحين راح نتكلم عن طريقة اللعب. اللعبة تعتمد بشكل كامل على التعاون بين اللاعبين، كل شخصية لها خاصية تختلف عن الأخرى، ولازم انت تشوف الطريقة شلون تذبح الوحش، والوحش يقدر يتحكم في احد من اللاعبين او اللاعب الخامس، بحيث تكون اللعبة 4-1. اللعبة تتوعي العديد من الخرائط وكلاسات متعددة للاعبين وكذلك الوحوش. الجيم بلاي وايد حلو ووايد ممتع، وافضل شيء موجود بهاللعبة هذه. راح تستمتع اذا كنت تحب العاب الشوتر باللعبة هذه. الجرافيكس، اللعبة تدعم وضوح 1080p على جهاز بلاي ستيشن 4 و 900p على جهاز الاكس بوكس 1. العلم الفرق غير ملحوظ، ورسوم اللعبة جيدة جدا على الجهازين. رسم الغابات والطبيعة ممتاز جدا، وكذلك رسم المخلوقات ممتاز، ولكن الشخصيات الرئيسية عادية، فما اعتقد انهم اهتموا بالشخصيات الرئيسية. والمؤثرات الصوتية او الساوند تراك ما في شيء ملحوظ، كل مرة يتغير لحن من روك الى هارد روك، وانواع كثيرة من الموسيقى، ومرة ثانية ترجع قلوب، لكن تحمسك وتدخلك الجو اللعبة وتعجبك. الفويس اكتنج عادي، ما في اي شيء زود. تقييمنا للعبة ايفولف هو 7/10. اللعبة راح يتم ربع الفيرست بيرسون شوتر والالعاب التعاونية والاونلاين، اما اذا كنت تهتم للقصة اللعبة هذه ما راح تعجبك نهائيا. الله يعطيكم العافية ومشكورين على الاستماع، ان شاء الله عجبتكم المراجعة. معكم اخوكم مطلق جريد، الريفيو هذا من اعداد محمد بن سعيد، ولا تنسوا اللايك سبسكرايب كومنت، ساعدونا نشر القناة وشير الفيديو هذا، خل الناس يستفيدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو برعاية دراجون أرب. لسنا الوحيدون ولكننا الأفضل.